هو اللي انا فيه. يعني ما تقدر تاخذهم منحنى اخر يعني؟ ما في منحنى اخر، هذا عبر التليفون. في منحنى اخر؟ مو عبر التليفون، انا يعني شاهدتك اكثر مره يعني مسبب زحمه حتى في المنطقه. صباح الاحمد، حي صباح الاحمد. هذول الناس شلون جو؟ اي طيب، من التليفون. انت هالبرنامج بينتهون؟ ما راح ينتهون، لا لا لا، شوف ابحث الافضل. اي ابحث الافضل، لا تخلي، لا يعني لا تقعد هالشكل يعني. انت في كل مكان وضع بصمه. ممتاز. طيب سبب الزحمه اللي صارت في مليمان وتدخل المرور وتدخل، هذا ضايقتك؟ خطا كبير هذا، ضايقت. انا كنت شوف هو ما يضايقني الشيء هذا، بالعكس انا استانس اذا شفت اخواني مجتمعين عندي. طبعا ما اسميهم جمهور، اخوان هذول. شلون جو هذول؟ فهمت؟ محبه والله يجعلني عند حسن ظنه، فهمت؟ اجتمعوا وانا استانس. سولفنا عن سولفنا عن الموضوع بشكل عام. الموضوع بشكل عام انا فاتح بث الساعة 1 في الليل، خلصنا تحدياتنا ومع الشباب واللي في القسط، خلصت قلت بطلع اخذ قهوة. طبعا هذا اول موقف فاتح لايف انا، ويوم وصلت ترولي حق صباح الاحمد، طلعت من ترولي الا العالم كلها يا ولد، الساعة 3 الفجر الشوارع مسكر يا ولد، غير بدل. اطالع مشاهدات البث 20,000، قلت شو اللي صاير، فهمت؟ استمرين على هالحالة، قلت يعني بخليها مثل الجدول بالأسبوع مرة، لين جت على راسي راعي الدوري يقول حسين أذيت أنا خلاص. ترى راعي الدوري كان يتابعك بعد. إيه أنا خابر إن راعي الدوري يتابع، يقول حسين خلاص. طيب يسبب لك إحراج الموقف هذا أو تواجه يعني فئة يعني تسبب لك إحراج؟ أكيد في اللي يجيك يدق هرن، في ناس نايمة بوري يعني أخوانا السعوديين ما يعرفون يعني في جمهور عرف بيتك؟ إيه. سبب لك إزعاج؟ كل الصباح أحمد يعرفون بيتك. حتى اللي خارج سوالف انا اعرف. انا طبعا الشيء اللي ما يعرفونه انا وحسين عيفان كلنا ابناء منطقه واحده صباح الاحمد. صحيح. طيب دخول عائلتك حسين، عائلتك يعني